السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السابع؟ اليوم إن شاء الله يا سابع رح نتناول قاعدة جديدة اللي هي بعنوان الفعل المضارع الصحيح الآخر. رح نتكلم عن الفعل المضارع، شو يعني الصحيح الآخر، وكيف إحنا نعرف الفعل المضارع في حالات، ثلاث حالات: الرفع والنصب والجزم. يعني رح نتكلم عن الفعل المضارع مش المعتل الآخر، الصحيح الآخر. طب رح تسألني يا سابع شو الفرق بين الصحيح الآخر والمعتل الآخر؟ الآن كلنا بنعرف إنه الفعل المضارع كل ما يدل على حدث في الزمن المستمر، يعني بعده يحدث، ما انتهى ولا بده يحدث، مستمر في إيش؟ في الحدوث. إذا الفعل المضارع طبعا فعل، كلنا بنعرف إنه حدث يعني عمل. طبعا الحدث بيقترب مع الزمن، هون الزمن إيش رح يكون؟ الزمان المستمر. كلنا بنعرف إنه الفعل عبارة عن عمل مقترن بالزمن، صح ولا لا؟ الآن رح تعرف شو يعني صحيح الآخر. ركز لي على كلمة الآخر، لازم يكون صحيح الآخر، يعني لو كان معتل وسط عادي المهم يكون صحيح إيش؟ صحيح الآخر. خليني أعطي مثال. الآن أنا لو حكيت لك مثلا عندنا الفعل يذهب، وفي كمان عندي يا سابع الفعل، في عندي يذهب وفي عندي يسمو. طيب الآن يذهب فعل ومضارع لأنه عمل مقترن بزمن مستمر، بعده بذهب، ما ذهب وانتهى، ويسمو نفس الشيء، حدث مقترن على الزمن اللي هو إيش؟ مستمر. طب شو الفرق بين يذهب وبين يسمو؟ أنا بما أني درسي عن الصحيح الآخر رح أنظر لآخر حرف في الفعل. شو آخر حرف هون؟ رح تحكي لي حرف الباء. طب هل الباء من حروف العلة؟ الألف الواو والياء. هل الباء من حروف العلة؟ رح تحكي لي شو؟ لا. شو هو حروف العلة؟ الألف والواو والياء. إذا رح تحكي لي انتهى الفعل بحرف صحيح، شو يعني صحيح؟ يعني مش من حروف العلة، يعني ما في حرف من هاي الحروف اللي أنا حكيت لك عنها، اللي هي إيش؟ حروف العلة. إذا الصحيح الآخر معناته لا ينتهي بحرف من حروف العلة. صحيح الآخر راح أحط هون إكس، معناته إنه لا ينتهي بحرف من حروف إيش؟ من حروف العلة. راح أطلع على آخر حرف، خلينا نشوف اسمه منتهي بالواو. إذا الواو هي من حروف العلة. إذا ما بعتبر يذهب صحيح الآخر، أنا ركزت على الحرف الأخير لأنه الآخر، ويسمو معتل الآخر. إذا درسنا بتعلق في أنه سابع، في يذهب ولا في يسمو؟ إذا درسنا راح يتحدث عن مين؟ عن يذهب وليس يسمو، لأنه صحيح الآخر. إذا لما أعرف الفعل المضارع الصحيح الآخر، صحيح آخر يعني لم ينتهي بحرف من حروف العلة، معنى صحيح لم معنى صحيح الآخر يعني إيش؟ لم ينتهي بحرف من حروف إيش؟ العلة. يعني صحيح الآخر يعني لا ينتهي بحرف من حروف العلة. بحرف من حروف العلة. الأمثلة نشوف كيف راح نعرف الفعل المضارع في حالات الرفع والنصب والجزم. يذهب محمد إلى المدرسة.
طلابه يذهبون إلى المدرسة. ركز لي يا سابع في الجملتين اللي أنا كتبتهم، اللي هي الجملة الأولى يذهب محمد إلى المدرسة، الطلاب يذهبون إلى المدرسة. الآن خلينا نحدد وين الفعل المضارع. وين الفعل المضارع؟ الكلمة اللي فيها حدث اقترن بزمن مستمر، اللي هو إيش؟ اللي هو يذهب، مستمر في الذهاب. يذهب محمد إلى المدرسة، محمد قام بالذهاب ومستمر في الذهاب إلى إيش؟ إلى المدرسة، إذن هو الفاعل. طيب الآن يذهب، سواء كانت يذهب أو نذهب أو تذهب أو أذهب، يذهب نذهب تذهب أذهب، هاي حروف إيش؟ هاي نسميها حروف المضارعة. شو نسميها يا سامع؟ نسميها حروف المضارعة. بس مش أي فعل بيبدأ ب نا او تا او بعتبره مضارع لازم يفيد معنى استمرار الحدوث. ممكن يكون يبدا في تا بس يكون ماضي، زي مثلا تشارك، تشارك غير عن تتشارك، تتشارك مستمر في المشاركه، اما تشارك انتهى. لازم اركز في معنى الفعل، زمن الفعل. اذا سواء قلنا يذهب او نذهب او تذهب او اذهب راح اعتبره ايش يا سابع؟ راح اعتبره فعل مضارع. اذا يذهب هو فعل مضارع. خلينا ننظر، احنا درسنا على الصحيح الاخر، الاخر كلمة الاخر معناته انا بنظر لاخر حرف. شو اخر حرف عندي يا سابع؟ زي ما حكينا حرف الباء. هل الباء من حروف العلة؟ لا، اذا هو صحيح الاخر. طيب الان انا كيف اعرف انه هذا الفعل مرفوع او منصوب او مجزوم؟ كيف اعرف يا سابع؟ طيب الان ننظر لقبل الفعل، هل يوجد حرف من حروف النصب؟ لا. هل يوجد قبل الفعل حرف من حروف الجزم؟ لا. إذا هو فعل مضارع مرفوع. يأتي الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا بجزم. نلاحظ أنه يذهب لم يسبق بحرف من حروف النصب ولا بحرف من حروف الجزم. إذا على طول يا سابع بحكي يرفع الفعل المضارع الصحيح الآخر على طول بضمة ظاهرة، ما في عندي مقدرة، صحيح الآخر على طول إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم راح أعتبره مرفوع، وراح تكون علامة رفعه إيش؟ الضمة ظاهرة على آخره. إذا يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ركز معي في الظاهر، مش تحكي المقدرة، المقدرة في المعتبر الآخر، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا هو مرفوع. ليش اعتبرناه مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. لم بناصب ولا جازم. إذا الحالة الأولى اللي نحكي عنها هي ايش؟ حالة الرفع، رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر. الرفع راح تكون ايش؟ الضمة الظاهرة. طيب خلينا نشوف المثال التالي. الطلاب يذهبون إلى المدرسة، وين الفعل المضارع يا سابع؟ رح تيجي تحكي لي يذهب، بس صارت يذهبون لأنه هذه الأفعال الخمسة، صح؟ إذا الفعل المضارع هو يذهبون. مش تشوف يا سابع هاي النون عليها فتحة وتحكي لي نون جمع مذكر سالم مفتوحة معناته هاي جمع مذكر سالم؟ لا، رح أحكي لك إنه جمع مذكر سالم مختص في الأسماء، هون عندي فعل زي معلمون، مدرسون. الآن أنا عندي فعل، ما بحكي عن جمع مذكر سالم، لأن جمع مذكر سالم مختص بالأسماء. الآن الفعل بنلاحظ إنه على وزن يفعلون، مش أخذنا الأفعال خمسة خمسة أوزان؟ يفعلون، تفعلون، يذهبون، تذهبون، تذهبين،
يذهبان تذهبان. إذا هاي بعتبرها من إيش؟ من الأفعال الخمسة، لأنها على وزن إيش؟ على وزن يفعلون. إذا هون في عندي الأفعال الخمسة. طيب الآن إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، طبعاً هو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، بإيش ترفع الأفعال الخمسة يا سابع؟ بثبوت النون، صح؟ ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف إيش؟ النون. إذا على طول راح أعرف يذهبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. شو فعل الأفعال الخمسة؟ الضمير المتصل اللي هو ثلاث ضمائر تتصل مع الأفعال الخمسة تكون الفاعل، إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. الآن هاي واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا أول حالة اللي هي حالة الرفع، لما أحكي الفعل المضارع مرفوع يعني لم يسبق بناصب ولا بجازم، ويرفع بضمة ظاهرة وبثبوت النون إذا كان من الأفعال إيش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة. ماشي يا سامي؟ هون راح تأخذ الحالة الثانية اللي هي إيش؟ اللي هي نصب الفعل المضارع. أخذنا الأولى الرفع اللي هي ضمة ظاهرة أو ثبوت النون. متى ثبوت النون؟ إذا كان الفعل خمسة. الآن رح نأخذ حالة النصب. نصب الفعل المضارع رح نشوف باش ينصب. خلينا نفترض مجموعة من الأمثلة ونتعرف على نصب الفعل المضارع الصحيح الآتي. الآن لو أنا حكيت لك أريد أن أساعد الفقراء. أريد أن أساعد الفقراء. إذا المثال الجملة الأولى اللي كتبها هي شو سابع؟ أريد أن أساعد الفقراء. طيب الجملة الثانية، لن أكذب بعد اليوم. الجملة الثالثة، كي أتدرب أذهب إلى النادي كي أتدرب. الجملة الرابعة اللي راح نكتبها اللي هي نصب الفعل المضارع، سافرت لي
أحصل على الشهادة العليا. سافرت لأحصل على الشهادة العليا. خمسة، أستعد للمسابقة حتى أفوز. أستعد للمسابقة حتى أفوز. إذا بنلاحظوا يا سابع إنه هون الفعل المضارع في هاي الجمل سبق بحروف. شو هاي الحروف؟ خلينا نشوف شو هاي الحروف. الآن أريد أن أساعد الفقراء. وين الفعل يا سابع؟ احكي له أساعد. أنا بعدي بساعد، ما ساعدت وانتهيت. طيب الآن نلاحظ إنه في موجود على الفعل فتحة. نلاحظ الفعل صحيح الآخر، لأنه ما ينتهي بحرف، عندنا لا بألف ولا بواو ولا بياء، إذا هو صحيح الآخر. طيب الآن خلينا نطلع نشوف شو سبق الفعل. الآن هون يذهب لم يسبق بحرف. أساعد سبق بأن. طب شو هي هاي أن؟ أن من حروف إيش؟ أن من حروف النصب. رح تحكي لي أن من حروف النصب. شو هو حروف النصب؟ أن، لن، كي، وحتى، ولام التعليل. هاي بسميها إيش؟ بسميها حروف النصب. بمعنى إذا الفعل المضارع سبق بحرف من هاي الحروف، معناته رح يكون عندي إيش؟ رح يكون عندي منصوب، رح أعتبره منصوباً. متى يأتي الفعل المضارع منصوبا؟ إذا سبق بحرف من حروف النصب. طيب الآن أن حرف نصب، معناته أساعد على طول باجي بحط فتحة ظاهرة على آخر الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا سبق بحرف من حروف النصب. أساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ركز معي، الفتحة الظاهرة. إذا ينصب الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا سبق بحرف من حروف النصب بإيش؟ بفتحة ظاهرة. لن أكذب بعد اليوم. نفس الشيء، أكذب. أكذب هو فعل مضارع بعد مستمر الحدوث. ما قال كذبت وانتهيت. الآن بنلاحظ إنه فعل مضارع صحيح الآخر، وبنلاحظ إنه موجود عليه فتحة. ليش الفتحة؟ سبق بلن، ولن من إيش يا سابع؟ لن من حروف النصب. لن حرف نصب. بما إنه الفعل المضارع مسبوق بحرف من حروف النصب، إذا على طول رح أحكي عنه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه على طول الفتحة الظاهرة على آخره. طيب إذا ما في عندي فتحة مقدرة، الصحيح الآخر فتحة ظاهرة. أذهب إلى النادي كي أتدرب. لماذا أروح للنادي؟ شو السبب؟ كي أتدرب. بنلاحظ إنه أتدرب فعل مضارع، بنلاحظ وجود الفتحة على آخر الفعل المضارع الصحيح الآخر. شو سبب وجود الفتحة يا سابع؟ إنه سبق بكي، وكي من حروف النصب. إذا رح أعرف كالتالي، رح أحكي كي حرف نصب، وأتدرب على طول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
سافرت لأحصل على الشهادة العليا. لماذا أنا سافرت لأحصل؟ طيب الآن أحصل، ما بحكي حصلت، بعد بحصل. إذا أحصل هي فعل مضارع. شو سبب وجود الفتحة؟ بنلاحظ إنه سبق بلام التعليل. شو يعني لام التعليل يا سابع؟ يعني وضحت السبب. شو سبب السفر؟ من أجل الحصول على الشهادة العليا، لأحصل. لا تخبط لي بين لام حرف الجر وبين لام التعليل. لام التعليل أول شيء بتيجي مع الفعل، ثاني شيء بتبين السبب. في فرق بين في المدرسة ولأحصل. لا بعد اللام هون في اسم، المدرسة اسم، بينما لام التعليل تدخل على مين؟ على الفعل المضارع. إذا بما أنه سبق بلام التعليل، ولام التعليل من حروف النصب، إذا هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ماشي هون يا سابع؟ أستعد للمسابقة حتى أفوز. طيب ليش أنا مستعد للمسابقة حتى أفوز؟ طيب الآن أفوز هو فعل مضارع. شو بنلاحظ عليه؟ إنه صحيح الآخر وموجود فتحة على آخر حرف، فتحة ظاهرة. شو سبب وجود الفتحة؟ بنلاحظ إنه سبق بحتى، وحتى من حروف النصب. إذا على طول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا يأتي الفعل المضارع الصحيح الآخر مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم، يرفع بضمة ظاهرة وبثبوت النون إذا كان من الفاعل خمسة، وينصب ويأتي منصوبا إذا سبق بحرف من حروف النصب، وينصب بفتحة ظاهرة. الآن رح نشوف الحالة الثانية. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إلى آخره الآية الكريمة. طيب الآن خلينا ننظر إلى قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، هم هاي الآية القرآنية الكريمة إلى آخرها. بنلاحظ إنه وين حرف النصب عندي هون؟ لم ولا لن؟ هذا الجزم خليها، لن هو حرف النصب صح؟ إذا لن هون عندي حرف نصب. طب تفعلوا شو هاي؟ بقدر أحكي تفعلوا فعل مضارع منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة على آخره. تفعلوا على إيش دلتنا؟ أصلها تفعلون من الأفعال الخمسة صح؟ بس شو سبب حذف النون؟ لأنه سبق بحرف من حروف النصب، أصلها تفعلون وهي من الأفعال الخمسة. حرف النصب اللي سبقها كان سبب في حذف النون. إذا تفعلوا فعل مضارع منصوب بما أنه سبق بحرف من حروف النصب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا فعل مضارع إذا ينصب بفتحة ظاهرة وبحذف النون إذا كان من الأفعال إيش؟ الخمسة. الآن هذا الجزم راح تحكي عنها في حالة الجزم اللي هي لم تفعل قبلها. إذا النصب راح يكون الفتحة الظاهرة وراح يكون حذف النون إذا كان، متى حذف النون؟ إذا كان من الأفعال إيش؟ من الأفعال الخمسة.
حرف النون يا سامي إذا كان من الأفعال الخمسة. ماشي؟ الآن يا سامي حننتقل للحالة الثالثة اللي هي جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر. أول إشي خلينا نكتب الأمثلة ونتعرف على حروف الجزم. لم، لم يجتهد، محمد في دروسه. لا تكذب، لا تكذب. ثلاثة، قطع، طف على الصغير. قطع طف على الصغير. الآن بنلاحظ إنه عندنا الفعل المضارع في الجملة الأولى يجتهد، في الجملة الثانية تكذب، في الجملة الثالثة طاقف. شو بنلاحظ على الفعل المضارع؟ إنه صدق بحرف. شو هذا الحرف يا سابع؟ نلاحظ انه لم حرف جزم افاد النفي، انه نفي الحدوث في المستقبل، ولا اللي هي لا تكذب، قاعد بنهاك عن الكذب. هاي لا شو بنسميها؟ بنسميها لا الناهيه، لتعطف على الفقير، فيها معنى الامر. بحكي لك لتعطف على الصغير، لتعطف على الفقير، او لما احكي لك مثلا لتنفق في سبيل الله، هون اللام افادت معنى ايش؟ معنى الامر. الان في طلاب بخبطوا بحكوا لي هاي اللام بحكوا اللي بعدها فعل الامر، لا، هاي لام الامر بتدخل على الفعل المضارع، اللام افادت معنى الامر بس بتتصل في فعل مضارع، فعل مضارع بتتصل فيه راح يكون مرسوم، ما في عندي فعل امر. ماشي يا سامع؟ اذا خلينا نعرف حروف الجزم. لم، لا الناهية، ولما، ولام الأمر. هاي شو نسميها؟ نسميها حروف الجزم. يعني إذا سبق الفعل المضارع بحرف من هاي الحروف راح أعتبره إيش؟ راح أعتبره مجزوم، راح يكون مجزوم وراح يجزم بإيش؟ شو بنلاحظ على آخر الفعل؟ شو موجود يا سابع؟ موجود سكون. إذا صبغ الفعل المضارع بحرف حرف الجزم وطلب منك تضبط لي آخر الفعل الصحيح الآخر، شو بتحط؟ بتحط سكون. طبعاً هاي كلها أفعال صحيحة الآخر، ما بدها بحرف من حروف العلة. إذا المجزوم راح يكون على آخر الجزم إيش؟ السكون. طيب لم يجتهد، لم حرف جزم ونفي، ويجتهد بما انه صدق بحرف من حروف الجزم، اذا هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لا تكذب، في عنا نهي، انا بنهى عن الكذب، هاي لا النهي من حروف ايش؟ من حروف الجزم. اذا على طول حكي عن تكذب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب شو الفرق بين لا تكذب وبين لا يكذب
المسلم. شو الفرق بين لا تكذب وبين لا يكذب المسلم؟ شو الفرق يا سابع؟ بنلاحظ انه في هون سكون بينما هون في ايش؟ في ضمه. طب شو السبب؟ رح تحكي لي طب يمس في عندي فعل مضارع ومصبوغ بلا، ليش هون في سكون وهون في ضمه؟ رح احكي لك انه هون لا تكذب في فرق على نهايتك عن الكذب، نهايتك عن عمل شيء اللي هو ايش؟ الكذب. لا تكذب، لا تسرق، لا تهمل، لا تلعب في الشارع، ما هي نهي، افادت معنى ايش؟ النهي. بينما لما احكي لا يكذب المسلم ابدا، انا قاعد بنفي الكذب عن المسلم، ما في نهي بل في امر قاعد. اذا هاي ايش؟ هاي لا النافيه، يعني بتفيد معنى النفي. شو بسميها؟ لا النافيه. واللي بتفيد معنى النهي لا الناهيه. لا الناهيه ياتي الفعل بعدها مجزوم علامة جزم السكون، أما لا النافية يبقى الفعل بعدها إيش؟ يعني ما بتأثر عليه، يبقى بعدها الفعل المضارع مرفوعا. ماشي؟ يبقى بعدها الفعل المضارع إيش؟ مرفوعا. عرفنا الميزة سنة بين لا ناهية ولا نافية؟ أو إذا شفت مثلا الحركة سكون على طول لا نافية، إذا شفت حركة داخل الفعل ضمة لا نافية، إذا مش بحطط لك الحركة تقدر تميز من المعنى، إذا أفادت النهي أنت راح تضبط آخر الفعل الصحيح الآخر بالسكون، وإذا كان أفادت معنى النفي راح تضبط آخر الفعل المضارع الصحيح الآخر بالضمة، لأنه لا نافية ما بتأثر على حركة الفعل المضارع الصحيح الآخر ويبقى الفعل المضارع بعدها إيش؟ مرفوعا. لتعطف على الصغير، طبعا هاي اللام شو مالها؟ ميز لي بين هاي اللام ولام التعليل، لا تخربط بينهم يا سامع. الان لتعطف وسافرت لاحصل، في فرق هون، في سبب ليش سافرت انا، لماذا؟ لاحصل، هاي افادت معنى التعليل، سبب عن شيء، وضحت سبب. اما هون لتعطف فيها معنى الامر، فيها معنى ايش؟ معنى الامر. في فرق بين لام التعليل وبين لام الامر. بعد لام التعليل الفعل المضارع على فتحه يكون منصوب، وبعد لام الامر الفعل المضارع اخر راح يكون عليه ايش؟ سكون. اذا انا بامرك في معنى الامر انك تعطف على ايش؟ على الصغير. اذا اللام لام الامر، ولام الامر هي من حروف ايش يا سابع؟ من حروف الجزم، والفعل المضارع الصحيح الاخر يكون مجزوما اذا صدق بحرف من حروف الجزم ويجزم بالسكون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. خلينا نرجع للكلمة فإن لم تفعل. لم، لم من حروف إيش؟ من حروف الجزم. طب شو رأيك في تفعل؟ تفعل من الأفعال الخمسة نفس ما حكيناها، بس في حذف نون، صح؟ ليش حذف النون؟ أصلها تفعلون لأنها سبقت بحرف من حروف الجزم. إحنا بنعرف إن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف إيش؟ النون، بمعنى إذا سبقت بحرف نصب أو جزم راح نحذف النون. ماشي؟ إذا لم حرف نفي وجزم، وتفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والضمير المتصل هو الفاعل وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا في عندنا جزم سكون أو حذف النون إذا كان الأفعال الخمسة. ماشي يا سابع؟ أنا بخصك القاعدة. الفعل المضارع الصحيح الآخر معناته لا ينتهي بحرف من حروف العلة، يأتي الفعل المضارع الصحيح الآخر مرفوعاً منصوبا ومجزوما. مرفوعا
شو يعني مرفوع عن؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. ومنصوبا إذا سبق بحرف من حروف النصب. ومجزوما إذا سبق بحرف من حروف الجزم. طبعا الرفع راح تكون الضمة الظاهرة على آخره أو ثبوت النون. متى ثبوت النون يا أسابع؟ إذا كان الأفعال الخمسة. النصب راح ينصب، ما في عندي فتحة مقدرة، الفتحة الظاهرة على آخره. ليش ما في عندي فتحة مقدرة يا سابع؟ لأنه مش معطى للآخر، صحيح الآخر. وحذف النون طبعا إذا كانت الأفعال إيه زي ما حكينا هون، أفعال الخمسة. ويسم السكون وحذف النون أيضا إذا كان من الأفعال الخمسة. سابع درس التعليم المضارع الصايغ الآخر، وتناول حالات الرفع والنصب والجزم. الحصة القادمة إن شاء الله رح نشرح أمثلة الكتاب ونحل التدريبات. ويعطيكم العافية.